يا صباح الخير والجمال والرضا والسعادة والأمل على مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج سؤال يوم الأربعاء 12:30، هو ده ميعادنا. معايا شيماء محمود. أول حلقة في البرنامج بنتكلم فيها عن سؤال، بس قبل ما ندخل في تفاصيل السؤال، مين فينا ما سألش نفسه ألف سؤال وسؤال؟ الأسئلة بتكون عندنا بالفطرة من وإحنا صغيرين. الطفل وهو أول ما يبتدي الكلام بعد ما يقول بابا وماما، أول حاجة بيستفسر عنها يقول إيه ده؟ هو إحنا فين؟ مين؟ إزاي؟ أسئلة بتكبر مع الوقت، وكل ما بنكبر أكتر كل ما أسئلتنا بتكبر على حسب شخصيتنا واختلافنا. في اختلاف في الأسئلة؟ أكيد، على حسب الموضوع وكمان على حسب الشخصية. سؤال من سؤال بيختلف. أنا مثلا أسئلتي بتختلف عن حضراتكم بناء على الشخصية زي ما قلنا، والأسلوب والموضوع والفكر، بس الأكيد إن كلنا بنسأل، والأهم إن كلنا محتاجين نوصل لإجابة. إجاباتنا مختلفة زي ما قلنا، أسئلتنا مختلفة، إجاباتنا كمان مختلفة، وكل واحد بيجاوب من وجهة نظره. إحنا جينا هنا في سؤال، هنسأل السؤال اللي يخصنا، مننا، من شخصيتنا، من مجتمعنا، من أسرتنا، من شغلنا، من حياتنا، من مجتمعنا، من بلدنا، ونشوف إجابة السؤال ده هيكون إيه. الإجابات زي ما قلنا هتكون مختلفة بناء على اختلاف شخصياتنا. في ناس هتجاوب إجابة نص نص، وفي ناس هتجاوب إجابة نموذجية. إحنا هنطرح السؤال وإجابته من وجهة نظر حضراتكم ووجهة نظرنا، بس مش بس كده، إحنا هنعمل الصح وهنقول وجهة النظر الصح وفقا للمجتمع وللمبادئ وللقيم والأخلاق والدين وكل حاجة حلوة وكل قيمة حلوة إحنا اتربينا عليها. هديكم مثال مثلا قبل ما نعرف أول سؤال هنسأله النهاردة إيه. حد قال لك لو سمحت او لو سمحتي ممكن نروح مع بعض مشوار؟ ممكن ما تسالوش، هتقول له اوكي وهتبتدي في الطريق. هتمشي هتمشي هتمشي، بس المشوار اللي قال لك عليه ان هو هنا وقريب ما بتوصلش. هتبتدي تتعب، ولما تتعب هتعمل وقفه مع نفسك وهتقول ايه ده، هو احنا رايحين فين؟ احنا سالنا لما تعبنا، لكن ممكن بسهوله ان احنا كنا نسال من الاول هنتفادى وقت ومجهود وارهاق وتعب. لكن مش عيب ابدا ان احنا نسال في وقت متاخر، احسن بكتير من ان احنا نفضل نكمل الطريق واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل واحنا رايحين فين. علشان كده اول حلقه النهارده في برنامج سؤال هي احنا رايحين فين، احنا كمجتمع واحنا ككل وكل فرد من حضراتكم رايح فين؟ رايح فين على مستوى الشخصي؟ رايح فين في شغله؟ رايح فين مع أهله وعلاقته معاهم؟ رايح فين في حياته عموماً؟ عاجبه نفسه ولا لأ؟ شخصيته عاجباه ولا لأ؟ إيه اللي محتاج يغيره؟ إيه اللي محتاج إن هو يطوره؟ أسئلة مهمة وسؤال بيجيب سؤال. أساسه إحنا فين؟ الوضع اللي حضرتك فيه دلوقتي هو اللي هيحكم حياتك فيما بعد. ممكن تنتبه وتعالج الموضوع من بدري وترسم خطة وتشوف انت رايح فين على أساس سليم، وممكن ما تبقاش واخد بالك وتسأل بس السؤال متأخر، أفضل بكتير جدا من ان انت ما تسألش خالص. علشان كده احنا النهاردة في برنامج سؤال هنسأل السؤال وهنجاوب عليه، بس مش إجابة واحدة، إجابات كتير وهنتناقش فيه بمنتهى الموضوعية. ممكن حد يقول لي دلوقتي هو إيه ده، هو أنت أصلا اللي أنت بتقوليه ده أنت عارفة أنت رايحة فين؟ أنا دلوقتي عارفة أنا رايحة فين، أنا دلوقتي رايحة فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل ونشوف إحنا رايحين فين. كلنا استنونا. مكملين حلقتنا ومكملين سؤالنا، بعد الفاصل رجعنا علشان نشوف إجابة سؤالنا إحنا رايحين فين. هو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة في أول حلقة من برنامج سؤال. رايحين فين في حاجات كتيرة قوي، بس خليني أتوقع معاكم كده نماذج الإجابات اللي ممكن تتقال.
أي حد ماشي في الشارع سألناه حضرتك رايح فين، ممكن يقول أنا رايح مشوار، أو أنا رايح مثلا، في ناس بتهزر أنا رايح السكة اللي تروح وما ترجعش. في كوميك كتيرة بتتقال هزار على النقطة دي بالذات، بس أنا عايزاكم كل واحد فيكم يسأل نفسه السؤال ده، أنت رايح فين؟ مش مهم نعرف الإجابة، ايوه مش مهم نعرف الاجابه. رايح مطرح ما انا رايح، ادينا عايشين، انا في الساقيه وعماله الف، بشتغل الصبح، برجع من شغلي، بكفي بيتي واولادي، ولو ست بيت برضو بتشوف بيتها واولادها. ايه السؤال ده؟ احنا نعمله ليه؟ حقكم. مش مهم ابدا توصلوا لاجابه، لان انتوا اصلا ما فكرتوش تسالوا السؤال، او هتفرق معاكوا ايه لما تسالوا نفسكوا السؤال ده. بس الأهم من إن إحنا نعرف وجهات النظر والإجابة عليه وعلى سؤالنا تحديداً إحنا رايحين فين، الأول هنلاقي تريقة، يا عم اللي أنت بتقوله ده رايح مطرح ما أنا رايح. وفي ناس تقول إيه السؤال ده، عمر الناس ما كانت مبسوطة والأيام شبه بعضها. في ناس عندها زحمة وأسئلة كتير، ويقول ربنا كتب علينا حاجات كتيرة زي موقف محمد هنيدي. طب قول لي حاجة من اللي ربنا كتبها علينا، قول لي سكة من المفروض انت تروحها. بيبقوا مش عارفين الإجابة علشان مش عارفين هم عايزين ايه. احنا في برنامج سؤال بنسأل السؤال ده علشان خاطر هو أساس كل حاجة، أساس علاقاتنا كلها، زي ما قلنا حياتنا الشخصية، في مجال شغلنا، في حياتنا، وفروعه كتيرة جدا من ناحية المجتمع ومن ناحية التقدم ومن ناحية موضوعات كتيرة. تعالوا كده نشوف لو سألنا السؤال اللي ممكن الناس تستنكره وتشوفوا حاجة كده ملهاش أي 30 لازمة. 2020 سنة عدت، و21 سنة جديدة جت علينا، كل سنة وحضراتكم طيبين. بس السؤال بقى اللي احنا بنسأله دلوقتي، احنا رايحين فين في 2021؟ احنا بنسأل السؤال رغم ان ملوش لازمة ان احنا نسأله، عارفين ليه؟ 2020 قبلها واحنا بنبتديها كده كنا متفائلين تفاؤل رهيب، وبنقول سنة الإنجازات وسنة التقدم على مستوى جميع الدول، علماء الأبراج بيظهروا وبيقولوا تحليلاتهم وتوقعاتهم، مين اللي هيبقى عنده فلوس كتيرة، مين اللي هيتجوز، مين اللي هيعيش حياة سعيدة. وجات الصدمة، 2020 خلفت كل التوقعات بفيروس صغير جدا، هو نفسه عارف هو رايح فين وحضرتك لسه. كورونا فيروس كوفيد-19 دلوقتي طور نفسه بقى كوفيد-20، يعني هو عارف هو رايح فين، وكون سلالات وسلالة تانية وسلالة تالتة، واحنا لسه مش عارفين احنا رايحين فين. 2020 السنة اللي كانت قمة التفاؤل، وناس كتيرة بتقول هنعمل فيها اللي ما يتعملش وهنسافر، ناس كانت بتحوش وتستعد تروح مهرجان التسوق في دبي. الفيروس للأسف قضى على كل توقعاتها، ولسه احنا بنسأل دلوقتي في 2021 احنا رايحين فين. اسمحوا لي اقول لكم ان السنين ملهاش دعوة، اللي هيغير مكانك وهيغير حياتك وهيغير وجودك هو عقلك وشغلك اللي بتشتغله على نفسك. السنين بنظلمها، ويمكن يعني احنا منهيين ان احنا نسب الظهر، لانه كل حاجه بايدين ربنا، والسنه ملهاش ذنب، هي بريئه تماما من كل اللي بيحصل. وزي ما قلنا كل متوقعات حضرتك شايف ان انت هتعيش حياه سعيده وربنا هيكرمك وهيحفظك حتى لو قابلت شويه صعوبات وبلاء، يبقى انت هتعيش حياه سعيده وربنا هيكرمك رغم الصعوبات والتعب اللي ممكن يعدي بيك. احنا رايحين على فين في 2021؟ سؤال ما ينفعش ابدا ان احنا نساله، وما ينفعش ابدا نتوقع منه حاجات احنا مش بنسعى لها. اشتغل زي ما قلنا، الفيروس بيطور نفسه وبيكون سلالات يعني، وعارف هو رايح فين. بس ارجع اقول احنا لسه محتاجين نسال السؤال ده. احنا رايحين على فين كمان في نقطة مهمة جدا، في ناحية الأخلاق والأصول والعرف والاحترام والأدب. ناس كتيرة بتسيء الأدب مع نفسها ومع اللي حواليها. صحيح احنا في زمن الحريات، لكن ده مش معناه أبدا ان احنا نتطاول ونتجاوز ونتنمر. في ناس شايفها عادي، لا هو مش عادي.
في مشكلة أخيرة حصلت على السوشيال ميديا خاصة بالفنانة يسرى اللوزي. كان الناس بتتنمر على مرض بنتها، وشفنا التويتات اللي ما بينها وما بين أحد الجمهور اللي هو بيسخر فيه من بنتها، وهي ردت عليه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب. قالت له بنتي اللي هي عندها 6 سنين كانت سبب في إلهامي وإلهام ناس كتيرة حواليا إن إحنا نتسبب في الكشف المبكر على سمع الأطفال حديثي الولادة علشان يقدروا يتفادوا الإصابة، والعلاج بدري هيكون هيفرق معاهم. فبنتي اللي عندها 6 سنين اللي أنت بتقول عليها طرشة غيرت حاجات كتير. فالتنمر وسوء الأخلاق مع الأدب، يعني مع قلة الأدب، ده مهم. لكن الأدب وإحنا رايحين على فين على المستوى الأخلاقي، دي حاجة مهمة لازم نشوفها. التقدم التكنولوجي بقى، بما إننا بنتكلم على السوشيال ميديا واللي بيحصل على السوشيال ميديا، في ناس بتقول أنا ترند، أنا لازم أبقى ترند وليا معجبين. طيب القيمة اللي حضرتك بتقدمها إيه؟ إيه يعني؟ مش مهم. المهم إن إحنا رايحين على سكة الشهرة وسكة الانطلاق والفلوس والجاه زي ما بيقولوا، بس انت رايح على سكة مش حلوة. لازم تسأل نفسك انت رايح على فين، والناس كمان لازم تشوف هم رايحين على فين وهم بيتفرجوا على الناس دي. صعب جدا ان احنا نشهرهم على الفاضي، لا، لازم واقفة مع نفس ونسأل سؤال مهم جدا. احنا رايحين على فين كمان، في مش بس على المستوى الاخلاقي، لا، احنا رايحين على فين في كل تفاصيل حياتنا، ودي حاجة مهمة جدا. انا شايفة ان السؤال صحيح سؤال واسع جدا وكبير جدا، بس لازم يتقال ولازم يتسمع. عايزة اقول حاجة قبل ما اطلع فاصل، خصوصا في موضوع الترندات والسوشيال ميديا. موضوع حاصل اليومين دول وكان يعني ترند زي ما بيقولوا، مش مهم احنا بنعمل ترندات ازاي، لكن حاجة يعني قلبت الدنيا وناس بتهزر عليها. هاني، موضوع هاني، مشهد المسلسل اللي كان فيها الفنانة أروى وإياد نصار وهاني اللي كان صديقها، وابتدت الكوميك تطلع على هاني وسلسلة من الغلط والتريقة وقلة الأخلاق في نقطة الأخلاق اللي احنا بنتكلم عنها. أنا هدافع عن هاني، أيوة أنا هدافع عن هاني. عارفين ليه؟ لأن المسلسل سكته كده خالص، احنا بنشوف القشرة اللي بره، عمرنا ما فكرنا احنا رايحين على فين بكلامنا ولا حتى هزارنا. المسلسل بصرف النظر عن تفاصيله وهو مش موضوع النقاش دلوقتي، لكن هي اكتشفت ان جوزها بيخونها وهي بترد له الموقف بالطريقة علشان تحرك مشاعره وتوصل له ان دي حاجة صعبة ان هي تتم. احنا مش في ان ده صح ولا غلط، لكن انا بتكلم عن رؤية الناس لموضوع زي كده والتريقة اللي بتتقال عليها. انا بدافع عن هاني، عارفين ليه؟ لان اي حد اسمه هاني دلوقتي موضع للتنمر وموضع لان الناس تتريق عليه. انت لو اسمك هاني هتقبل على نفسك كده؟ احنا رايحين على فين من كل اللي بيحصل ده؟ تعالوا نروح فاصل وهنرجع لنقطة مهمة جدا. بس قبل ما نطلع الفاصل خلوني اقول لكم علشان ضيق الوقت في حلقتنا النهاردة، وهنكمل كمان حلقتنا، إن أهم نقطة نعرف فيها إحنا رايحين فين على مستوى أخلاقنا. على مستوى أخلاقنا، الأخلاق مهمة جدا. الواحد لازم يقدر يعرف هو رايح فين، يحسن من نفسه، يسعى، يجتهد، يسيب كل حاجة على ربنا. موضوع إحنا رايحين فين في نفسك مهم جدا، لازم كل واحد بيسمعني يعرف هو مين ورايح على فين، ودي نقطة مهمة جدا لازم نوصل لها. خلصت بسرعة حلقتنا النهاردة، وزي عادة برنامجنا، يعني إن شاء الله هتبقى عادة، سؤالنا هيجيب سؤال. أتمنى إن احنا نطلع من الحلقة دي عارفين كل واحد فين ويوصل ويسعى في حياته بعد كده ازاي. اشوفكم في حلقة جديدة في سؤال جديد قبل نص ساعة من دلوقتي يوم الأربعاء الجاي. اشوفكم على خير، سلام.